إذن أحداث ساخنة في بروكسل ومعنا فيها مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطا الله. إذن أحييك سلامة. وهنا الحزمة الأوروبية العاشرة من العقوبات على روسيا كما هو موجود على الشاشة تبلغ قيمته 11 مليار يورو تشمل بنودا جديدة. هل لك أن تحدثني وأنت في بروكسل سلامة عن هذه البنود الجديدة؟ مساء الخير حساني. أولا روسيا تعمل بمحركين لدعم أوكرانيا، الأول عسكري عبر حلف شمال الأطلسي والثاني اقتصادي وسياسي ومالي عبر الاتحاد الأوروبي. إذا ما تحدثنا عن وزراء الدفاع دفاع حلف شمال الأطلسي بدأت النغمة تتغير. كان الجميع يتحدث قبل ذلك بأن روسيا تستعد لهجوم بري كبير وواسع داخل أوكرانيا، ولكن التقديرات العسكرية وتحديدا الأمريكية تقول بأن التهديد الآن يأتي من الجو. لديهم مؤشرات كما يقولون، الأول التعبئة التي قادها الرئيس بوتين لزيادة جنوده، هذا يدعم بأن هناك توسعا أو نية لهجوم بري موسع، ولكن الأهم من ذلك هو المؤشر الآخر بأن قوات وسلاح الجو الروسي يشهد تطورا وتوسعا كبيرا كما تقول الإدارة المتخصصة في حلف شمال الأطلسي، وهذا يعني بالنسبة لهم بأن روسيا ستكون أكثر جاهزية لاستخدام الطائرات وسلاح الجو من قدرتها على البر. في البر روسيا لديها مشاكل لوجستية، لديها جنود غير مدربين، ولديها الكثير من الضغط من جانب القوات الأوكرانية، ولكن على الجو تستطيع أن تتحمل خسائر أكثر لأن طائراتها كثيرة، وأيضا يمكنها أن تستخدم صواريخ بعيدة المدى للتملص من الدفاعات الأرضية والدفاعات الجوية لدى الأوكرانيين. ولذلك يركز الناتو اليوم وبالأمس كذلك ركز على ضرورة إمداد أوكرانيا بمضادات لتصد الصواريخ التي يمكن أن تنطلق من الطائرات الروسية. هذا على صعيد. الصعيد الآخر هو صعيد العقوبات. الاتحاد الأوروبي سيحتفل بالذكرى السنوية الأولى من الحرب بحزمة عاشرة من العقوبات الاقتصادية. يقول الاتحاد الأوروبي بأنها ستكون حزمة عقوبات قوية، ستستهدف شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية روسية، ستستهدف أيضا مؤسسات مالية روسية. أربع بنوك على الأقل من البنوك الروسية ستخضع لهذه العقوبات، والآن في هذه اللحظات يجتمع ممثلو وسفراء الدول الأعضاء للتباحث حول كيفية إنجاز المسودة النهائية من هذه السلسلة، ويمكن أن تشمل أيضا من يساعدون روسيا على التملص من العقوبات، وهناك أسماء بدأت تدخل لدول تساعد روسيا على التملص من العقوبات. إذن هناك حزمة عاشرة سيتم الإعلان عنها في 24 مع الذكرى السنوية الأولى من الحرب، حزمة عقوبات أوروبية على روسيا. أشكرك إذن، وخاصة في النقطة التي تحدثت عنها سلامة، حقيقة في أن الغرب أو نيتو قد يغير من لهجته، حتى أن الأمين العام قال أنه الآن إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة كما قيل ليس هو الوقت الملح الآن. أشكرك إذن من بروكسل سلامة عطا الله مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة.